السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الشيخ، هذا النهار كبير عندي اللي سيدي بدرت معك. يا مرحبا بك لالا رحيمة. الله عارفش عمرو ما هدرت أول ما صار كنت لسان منك لوحد تعبون على الخير. والله يحفظك ويرعاك. عندي مشاكل وهموم كثير سيد الحاج. الله 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 يفرج عليك لالا. كثير 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 بزاف وكنحمد الله الحمد لله. لا إله إلا الله ونعم بالله. كنطلبك يا سيدي تعاون على الخير تفرجها عليا. الهم مشاكل غم غم أنا هدرته بحيت بشي كلمة كنصبر. الحمد لله الحمد لله. الله يفرج عليك لالا رحيمة. الله يفرج عليك لالا. الله يرحم الوالدين بعدك على الخير. الله يرحم الوالدين ترجع لخوتي المكرمين يقولوا امين. يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب يا لالا رحيمة. الله يفرج عليك. انا مرمت في هذه الدنيا والحمد لله الحمد لله. لا اله الا الله لا اله الا الله. الأمر لله من قبل بعد. لالا رحيمة ما تبكيش، دموعك يا عدنا غالية غالية دموعك. وحنا كنتكلموا على النساء اللي هما كيتلقاو واحد النوع من تهميش أو عدم العناية والرعاية، والحياة قاسية وأحيانا تكون عنيفة، فقر وأمراض وقلة حظ وعزلة وتهميش وكثير قد تتراكم، وخصوصا النساء. احنا الرجال احنا على الاقل اقوياء، نحن نسمى الجنس الخشن والنساء يسمون بالجنس اللطيف، لان احنا الرجال خلق الله ادم عليه السلام من تراب من اديم الارض، سمي ادم خلق من اديم الارض من تراب الارض، والتراب يقدر يتحمل. لكن النساء حواء لم تخلق من التراب، خلقت من المادة الحية سميت حواء، خلقت من دمي ولحمي وعظمي وأعصابي آدم، خلقت من الجنس البشري، لهذا تسمى النساء بالجنس اللطيف. لا، ما عنده قدرة على التحمل، عندهم قدرة فقط تحمل الحمل والإنجاب والرضاع والمخاض والسهر بالليل، هي تتحمل أكثر من الرجل. لكن دون ذلك فالمرأة جنس لطيف، لا تتحمل قسوة الحياة ولا قسوة الزمن. والمرأة اللي كتغلب كتظل تبكي لا تملك إلا دموعها. أختنا رحيمة من وجدة يبدو أنها قد أصيبت ببلاء شديد، وقد تكالبت عليها الهموم والغموم والمشاكل. أحيانا لا نستطيع أن نواجه هذا الكم الهائل من المصائب. كتجيك مصيبة يلا كتبغي تفيق منها، كتجيك الثالثة الرابعة على السابعة، كتحس بأنك في هوة، من الذي يستطيع أن يقدم يده لكي ينقذك؟ الناس مشغولين، كل شيء كيجري، كل واحد عنده همه كيقول لك راني باقي ما ساليتوش، مشغول في حياته الشخصية. من منا سوف ينقذ هؤلاء الذين هم متورطين وضعفاء وما عندهم قدرة؟ من؟ إنه الله عز وجل، الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام، أختكم رحيمة تستنجد وتستغيث وتطلب منكم دعوة، لأن الدعوة لما تكون جماعية وتنطلق بخشوع وتضرع ويؤمن عليها العشرات والمئات والآلاف والملايين من القلوب الطاهرة من أهل الله الذين لهم ألسن تلهج بحمد الله، إذا أمنوا في وقت واحد فإن هذه الدعوة تنطلق انطلاقة صاروخية
وتمتد في علياء السماء وتخترق الحجب حتى تصل إلى سدرة المنتهى، حتى تصل إلى مقام الحضرة الإلهية، والله معكم في كل وقت ومكان. وتسجد هذه الدعوة تحت عرش الرحمن، ما شاء الله أن تسجد، فيباهي بها الله الملائكة ويقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأستجيبن إلى عبادي، فيستجيب الله. والله رأينا كثيرا حالات مستعصية أفتى فيها الأطباء وأفتى فيها الخبراء بعدم باليأس التام، وحالات اقتصادية وحالات صحية وحالات علاقات اجتماعية أفتى بها الخبراء في الميدان بالهلاك والوبار. ولكن لما تدخلت العناية الإلهية والرعاية الربانية، الله تعالى يحيي من جديد، وهو القائل جل جلاله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. هناك من يعتمد على الأسباب، هناك من يعتمد على التخطيط، هناك من يعتمد على العقول الذكية، لكن الله سبحانه وتعالى وهو لا يعجزه شيء لا تحكمه الأسباب، لأنه خالق الأسباب وخالق العلل وخالق القوانين، بل وهو خالق الزمان والمكان، فلا يحتويه شيء. الله تعالى إذا شاء رزق بالأسباب ورزق بلا أسباب ورزق ضد الأسباب، إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، هذه أمتك أختنا لالا رحمة من وجدة تستغيث. اللهم يا رب في هذا الوقت المتأخر من الليل، اللهم يا رب فرج همها، اللهم يا كريم أكرم وفادتها، اللهم يا رحيم ارحم ضعفها، اللهم فرج همها ونفس كربها واقض دينها، اللهم إنك تعلم ما في قلبها وضميرها، عجل لها بالفرج، عجل لها بالفرج، اصرف عنها البلاء، اصرف عنها الشقاء، اصرف عنها الأمراض، اصرف عنها الفقر، اصرف عنها السوء، واجدب لها كل خير. اللهم اجعل هذه الساعة آخر أحزانها، واجعل بعدها يا رب أفراح ومسرات ومكرمات وعطاءات وإشراقات وفيوضات ورفعة إلى الأعلى. اللهم عجل لها بالفرج يا رب، ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسعد قلبها يا رب. كل من قال آمين ارزقه من الخيرات والبركات حتى يرضى، قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.